السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ملائكة ربنا عز وجل أعطاهم وظائف متعددة، فكل ملك مختص بعمل معين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا أراد أن يحكم بين متخاصمين في جلسة قضاء. سيدنا النبي كما هو معلوم كان يتصرف بتصرفات متعددة، أي نعم بالرسالة وبالنبوة وأيضا بالقضاء وبالإمامة وغيرها من الأمور. فلما كان ينتصب قاضيا للحكم بين المتخاصمين قبل أن يبدأ ماذا يقول في جلسة القضاء؟ يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا يبدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جلسة قضاء، يستفتح بالبسملة لله ويدعو ربه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. يذكر هؤلاء الملائكة لأن لهم مقامات عظيمة. من هو جبرائيل؟ جبرائيل معروف عند المسلمين وعند اليهود والنصارى، يسمونه جابرييل. جبرائيل هو أفضل الملائكة وهو رئيس الملائكة، خصه الله تعالى بالسفارة، سفير بين الله عز وجل وبين رسله، كان ينزل بالوحي إليهم. كلما اصطفى ربنا عز وجل رسولا يبعث إليه جبريل للوحي. طبعا هناك ملائكة آخرين يبعثهم الله للأولياء، يبعثهم لبعض الأنبياء، لكن جبريل خاص برسائل الوحي. ولهذا أكثر من التصق به جبريل عليه السلام هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو جبرائيل كان مع كل الأنبياء والمرسلين، وآخر الأنبياء هو سيدنا النبي، التصق به وصار ملازما له. حتى إن سيدنا النبي لما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة وعمره آنذاك 63 سنة وكان يعاني من الحمى الشديدة وبدأ يحتضر، كان جبريل يبكي، فقال له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا جبريل لما البكاء وأنت تعلم أن الموت حق وأني راحل إلى ربي؟ فقال جبريل: إني أعلم يا محمد أنك مودع وأن لك المقام المحمود، لكنني أبكي لأن هذه اللحظة آخر عهدي بالأرض، آخر عهدي بالأرض، منذ أن خلق الله الكوكب الأرضي وأنا أطوف على الأرض وأزورها وأبعث الرسائل للأنبياء والمرسلين، ولكن بوفاتك يا محمد ستكون آخر عهدي بزيارة الأرض. فبكى جبريل وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لفظت أنفاسه الأخيرة. وهناك أيضا ملك آخر وهو ملك الموت. ملك الموت زار النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال له: يا محمد هل جئتني زائرا أم قابضا؟ قال: جئتك مخيرا، بين أن يمد الله لك في العمر وبين أن تلتحق بالرفيق الأعلى. فقال النبي الكريم: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. وزهقت روحه الطاهرة وسمع دوي يقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهناك ملك آخر اسمه ميكائيل، معروف عند اليهود والنصارى أيضا، يسمى مايكل ميكائيل. هذا الملك مكلف بإنزال المطر من السماء وإنبات النبات في الأرض ليقتات الإنسان والبهائم برحمة الله. طبعا ربنا هو يقوم بكل شيء بنفسه، لكن خلق هؤلاء الملائكة وأسند إليهم وظائف. أما ربنا لا يحتاج، فأمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. وهناك ملك إسرافيل، إسرافيل مكلف بالنفخ في الصور يوم القيامة، وهو الذي يؤذن بنهاية الحياة على الأرض وبداية فصل جديد من حياة في عالم الغيب. إسرافيل ينفخ في الصور، وقيل هذا الملك من عظمته وجلاله وكبر وضخامة شخصيته أنه له وظائف. وكأن التاريخ البشر قبل آدم كان هناك أقوام آخرين، وبعد تجربة آدم فوق الأرض ستكون هناك أيضا تجارب مخلوقات أخرى. فهو مثل حارس المدرسة يضرب على الجرس، ينفخ في الصور فينهي الشوط الأول، ثم يبدأ الشوط الثاني، ثم تنتهي المباراة وينفخ مرة أخرى لتبدأ فصل آخر من مخلوقات جديدة. أما نحن البشر حتى ولو بقينا ملايين السنين فهي عند الله تعالى ثوان معدودات. هناك ملك آخر أيها الأحباب الكرام سيزورنا، ومنه من زارنا. هناك ملك سبق وأنزرنا جميعا ونحن أجن في بطون أمهاتنا، إنه الملك الموكل بنفخ الروح في الأجنة. هناك ملائكة خاص بنفخ الروح لما يكون هناك جنين في بطن أمه. اسأل الحوامل، أي امرأة حامل اسألها ما الذي يقع لها في بطنها، بماذا تشعر داخل رحمها. هناك صناعة ربانية تقوم تدريجيا لما يبلغ هذا الجنين، قيل 40 يوما وقيل 4 أشهر، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر هذا الملك فينفخ الروح في الجنين ويسجل عقد الولادة ويسجل مسار حياته ويسجل تاريخ وفاته. نحن لسيفي يعني بطاقة التعريف التي عندنا في حياتنا في المسار الحياتي كلها مكتوبة في سجل ضئيل، هل إنبس صغيرة داخل الرحم يكتب فيها كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي ربي ذكرا أو أنثى، أي ربي شقيا أو سعيدا، أي ربي ما رزقه ما أجله. فيكتب الملك كل شيء، الله يملي عليه وهو يكتب في السجل. فنحن حياتنا كلها مكتوبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فقدر البشر مكتوب لما كنا أجن في بطون أمهاتنا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لهذا الصالحون تجدهم دوما مرتاحين وغير مترددين، لا يبكون عن ماضيهم الأليم ولا يخافون عن مستقبلهم البعيد، وإنما يقولون الأمر كله لله وقد قضي الأمر ولا ننتظر إلا رحمة الله. هذا منطق التفكير عند أهل الصلاح وعند أهل الولاية، لا يفكرون تفكير خوف وتدبير ووقاية، يقولون ما كان كان، كتب، كل ما وقع فقد وقع. وما دورنا أن نحن ننتظر رحمة الله، ننتظر رحمة الله ونسير وفق مراد الله. هذا أعلى مقام من مقامات التدين، يسمى مقام الإحسان، والذي قال فيه العلماء بإسقاط التدبير
وهناك كتاب عظيم لابن عطاء الله السكندري سماه التنوير في إسقاط التدبير. لما تصل إلى أعلى مقام من العلوم والمعارف والفتوحات تصل إلى هذه النقطة وترجع إلى الوراء وتسلم أمرك لله رب العالمين. أما الإنسان إذا كان في مبتدأ الطريق فإنه يتنطع وإنه يناطح السحب، وفي الختام لا يكون إلا ما يريده الله تعالى. هناك أيضا أيها الأحباب الكرام ملك آخر سيزورنا مهما امتد العمر بنا، وقد زار الأنبياء وزار المرسلين وزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو ملك الموت. هذا الملك موكل بقبض الأرواح وتغسيلها وتكفينها ورفعها إلى البرزخ كي تدفن. هذا الملك وهذه وظيفته. طبعا الإنسان إذا مات جثته يتكفل بها العائلة والأحباب والمقربين، يغسلونها ويضعون فيها الحنوط ويكفنونها ثم يدفنون في الأرض. لكن هذه الجثة. أما روح الإنسان فالذي يتكفل بها هو ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، يقبضها ثم بعد ذلك يغسلها ثم بعد ذلك يكفنها ثم يرفعها إلى البرزخ، ينزل من السماء الدنيا مع حنوط. وقد جاء في الحديث أو في القرآن العظيم ماذا قال ربنا عز وجل؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الله وكل هذا الملك. هذا الملك له أعوان من الملائكة، هناك ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ربنا عز وجل قال عنه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما هي وظيفة هذا الملك، قال إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هكذا يصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفة هذا الملك مع المؤمنين لما ينتهي العمر ويقبض الأرواح. والأرواح لا تقبض بالأمراض ولا بالأسقام ولا بالكورونا ولا بحوادث السير ولا بالسرطانات، إنما هو الأجل انقضى، الأجل انقضى، قتل كيف قدر، فالأمر محسوم سلفا عند الرحمن. هذا بالنسبة للمؤمن يبشرونه، وتأتي هذه الملائكة وجوههم كالشمس مشرقين يجلسون عنده مد البصر، كما أن المحتضر حوله العائلة وأولاده وأحبابه هناك ملائكة يتحلقون حوله ويبشرونه بأنه راحل إلى رب العالمين، يقولون له جئناك لنحملك إلى مرضات الله، كفاك تعبا في الدنيا، كفاك تعبا ونصبا في هذه الأرض كلها مشاكل كلها أمراض كلها خصامات، هيا بنا نرحل إلى أرض أخرى إلى عالم آخر، عالم النور، عالم الإيمان، عالم الخير، عالم الضيافة، ضيافة عند الرحمن. هذا المؤمن. أما الكافر والعياذ بالله، قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون معه مد البصر فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. اللهم يا رب ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. ثم أيها الأحباب الكرام، هناك ملائكة آخرين لهم وظائف عظيمة. ربنا رحيم، ربنا كريم، ربنا جواد، ربنا يفعل ما يشاء. من هؤلاء الملائكة خلق الله الحفظة. من هم الحفظة؟ هؤلاء عملهم يحفظون الإنسان. أنت أيها الإنسان إياك أن تظن بأنك وحيد، إياك أن تظن بأن لك أم وأب وعائلة فقط، لا، لك حفظة آخرين. كل مؤمن عنده حرس وعنده حفظة يتكفلون بحمايتك من المصائب ومن النوازل ومن العنهات، إلا شيء أذن الله فيه أن يقع. ما تخافش، إياك أن تظن بأن أحد يستطيع أن يضرك أو أحد يستطيع أن ينفعك، فالله تعالى هو الضار النافع المعطي المانع. والله تعالى خلق حفظة، أنت لست بمفردك. بعض الناس يصابون بالوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يشعرون بالاكتئاب، يشعرون بالهلع، يشعرون بأنهم وحيدين وأنهم مفتقرين وأنهم ضعفاء. إياك، تصور خاطئ، أنت لست وحدك، أنت معك الله، وربنا أعطاك الحفظة. ولو كنت في بيت بعيد عن الأنظار وحيد، الله معك ومعك الحفظة. قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظة، الأول، هناك النوع الأول يسمى الحفظة، هؤلاء مكفلون وموكلون بحفظ العبد، يحفظه الله تعالى. المؤمن محفوظ، المؤمن محفوظ، محفوظ من شر الخلق ومحفوظ من الهوام والحشرات والعقارب والأفاعي والكلاب الضارة، ومحفوظ من الجان والشياطين. ربنا قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المؤمن محفوظ. وإلى جانب الحفظة هناك الكرام الكاتبون، هؤلاء كتاب يقومون بكتابة أعمال البشر وإحصائها عليهم، كما قال الله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. جاء في الأثر عن الحسن البصري رضي الله عنه قال يا ابن آدم إن الله خلقك وأوكل بك ملكين عن اليمين وعن الشمال، فأما الذي عن يمينك فيكتب لك الحسنات، والذي عن شمالك فيكتب عليك السيئات، فاعمل ما شئت. فإذا مت طويت صحيفتك وعلقت في عنقك. وذلك قول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا إله إلا الله. هؤلاء يسمون الكرام الكاتبون، يعلمون ما تفعلون. الذي عن اليمين يكتب
الحسنات، والذي على الشمال يكتب الحسنات لكنه ينتظر لا يسجلها، يقول لعله يستغفر، لعله يتوب، لعله يستغفر. فإذا تاب العبد أو استغفر فإن الكاتب الذي عن اليسار المكلف بالسيئات يمحوها ولا يكتبها، أما الذي عن اليمين ما إن تفعلها حتى يقول يا رب ضاعفها له الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 إلى ما لا نهاية. إنهم كتبة يسمىهم ربنا عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما فيهم الكرم، يعلمون ما تفعلون. ثم هناك ملائكة أخرى أشكال وألوان، من بينهم هناك حملة العرش. من هم حملة العرش؟ هم أعظم الملائكة، أعظم الملائكة هو جبريل عليه السلام، يسمى أمين الوحي. جنرال الملائكة له 700 جناح، لو ضرب بجناح واحد الكوكب الأرضي لصار ترابا. ثم من بعده هناك حملة العرش وهم أعظم الملائكة الذين قال فيهم رب العزة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء الملائكة قيل بأن الله عز وجل أمرهم بحمل العرش فتهيبوا، قالوا يا رب أن لنا أن نحمل هذا العرش وهو عظيم ليس له بداية ولا نهاية. تصوروا بأن الكواكب والنجوم والأراضين والشموس وكل الكواكب التي في الفضاء لا تساوي أمام عرش الرحمن إلا كذرة في صحراء قاحلة. أمرهم الله بحمل هذا العرش فتهيبوا، قالوا يا ربنا أن لنا أن نحمل هذا العرش وهو كبير ليست له لا بداية ولا نهاية. فقال الله عز وجل قولوا كلمة يسهل عليكم كل عسير. قالوا علمنا يا رب، علمنا، علمنا الدين، علمنا الذكر. تعلمهم الله، ماذا علمهم؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الله. فقالت هؤلاء الملائكة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوا العرش بكل بساطة. أول مرة تهيبوا، لكن لما قالوا هذا الذكر جعل الله كل عسير عليهم سهل يسير. وجاء في الأثر لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم لم يأمر هؤلاء الملائكة من السجود لأنهم يحملون العرش، فقال بعضهم لبعض ربنا أعفانا من حمل العرش لأنه محتاج إلينا، كلفنا بمهمة، نحن في مهمة جسيمة نحمل عنه العرش. فلما علم الله مقالتهم قال إذن اتركوا العرش. فلما تركوه تهاووا وتساقطوا فتمسكوا بالعرش فعلموا أن العرش يحملهم لا هم يحملونه. الله على كل شيء قدير والأشياء بربها قائمة، فلا أحد هؤلاء الملائكة عندهم وظائف. ليس معنى أن الله محتاج إليهم، بل ربنا فقط خلقهم ليشعروا بدواتهم وأعطاهم مهام وتكاليف، وإلا فالأمر أمر الله. وما قيل عن الملائكة يقال على البشر، كل شيء في الوجود قائم بوجود الله. في الحديث سأل النبي الكريم ربه يا ربي المرض ممن؟ قال المرض مني. قال والعلاج ممن؟ قال العلاج مني. قال يا ربي وما حال الأطباء والمعالجين والرقاة؟ قال هؤلاء لا نريد أن نقطع عليهم أرزاقهم، فالشفاء من عند الله، ولكن هؤلاء ربنا أعطاهم وظائف وأسلد إليهم مهام حتى يشعروا بدواتهم ويأكلوا ويشربوا ويعيشوا. فالله على كل شيء قدير. هؤلاء الملائكة حملة العرش هم أعظم الملائكة، يكثرون من التسبيح والاستغفار، يستغفرون لأنفسهم رغم أنهم معصومون الخطأ، ويستغفرون أيضا لمن في الأرض، يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات الغافلين. أنت أيها المؤمن إذا غفلت عن ذكر الله ربنا وكل لك ملكا يستغفر لك. تصور أنت الآن مبتهج
تشاهد التلفاز وتتابع المسلسلات أو عندك انشغالات أخرى غافل عن ذكر الله. في اللحظة وأنت غافل هؤلاء الملائكة يملؤون وقتك ويستغفرون لك، يستغفرون لك. قال ربنا عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هؤلاء يستغفرون. الذين يحملون العرش ومن حوله، من حوله ملايير الملايير من الملائكة، ما وظيفتهم؟ يسبحون بحمد ربهم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هذه وظيفتهم. ويؤمنون به، أنهم يركزون الإيمان بالله، لا إله إلا أنت، ما عبدناك حق عبادتك. ويستغفرون للذين آمنوا، أنت أيها المؤمن الغافل هم يستغفرون لك. ماذا يقولون هؤلاء الملائكة؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الله رحيم، الله رحيم سبحانه، تغفر للذين تابوا، اغفر لنا واغفر للمؤمنين، واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أنت في بيتك، أنت في ملعبك، أنت في متجرك، أنت في مهامك، غافل عن ذكر الله، وربنا قيد لك من يستغفر لك أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة. ويساعد حملة العرش في ذلك ملائكة سياحون في الأرض. هناك ملايير الملايير من الملائكة يسمون السياحون، يسيحون في الأرض. ماذا يفعلون؟ يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته وصلاتهم. للحديث: إن لله في الأرض ملائكة سياحون يبلغون عن أمتي السلام. ثم هناك ملائكة أخرى معروفة وهم جنود الله، الله له جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هناك جنود. لا أيها المؤمن، لا تظن بأنك ضعيف، لا تظن بأنك وحيد، الله يؤيدك بجنوده. هناك جنود أقوياء، بل هناك من هم متخصصين في الحروب، وربنا أعطاهم النصر وكلفهم بالتأييد للمستضعفين في الأرض. وقد مر معنا في رمضان في 17 منه في ذكرى غزوة بدر الكبرى، تعرفنا كيف أنهم شاركوا مع المسلمين في معركتهم ضد الكافرين، وأيد الله بهم المؤمنين، كما قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ربنا أيد المؤمنين بهؤلاء الملائكة وهم على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، حتى إن الكلام طويل في هذا الأمر، وقد تطرقنا إليه في ذكرى غزوة بدر الكبرى. ثم هناك ملائكة آخرون، منهم من هم مخيفون، ومنهم من هم ربانيون. المخيفون هناك من يسمون بالزبانية، هؤلاء وكلهم الله تعالى للقيام على شؤون النار، جهنم، جهنم فران كبير، فرن حام، ربنا وضع فيه هؤلاء الملائكة يسمون الزبانية. رئيسهم اسمه مالك، مالك هو خازن النار، الخازن العام للنار. هناك الخازن الجهوي، الخازن المحلي. النار فيها أبواب وفيها مسالك وفيها سرادب، والخازن العام يسمى مالك. قال عنه الله تعالى:
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. أهل الله يقولون يا مالك يا مالك أيها الملك العظيم اطلب من الله أن يقضي علينا نموت وننتهي، لأنهم يعذبون في النار ويحيون، يموتون ويحيون، لا يكادون يموتون. قال إنكم ماكثون والعياذ بالله. عدد هؤلاء الزبانية ربنا قال بأنهم 19 ملكا، 19 ملك، كما قال الله تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواخة للبشر عليها 19. 19 من الزبانية الملائكة المكلفون بالنار والعياذ بالله، شكلهم مخيف من شدة الهول، من رآهم يغزو الفزع قلبه ويكاد كبده يتفتت، كما قال الله تعالى عنهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليها ملائكة غلاظ شداد، نسأل الله السلامة والعافية. لكن بالمقابل الجنة، الجنة ربنا جعل فيها ملكا عظيما اسمه رضوان. رضوان هو ملك الجنة، وهو خازن أبواب الجنة ورئيس الخدم فيها الذي يعطيهم التوجيهات، كما لو قلنا مثلا مدير الديوان في وزارة أو سفارة أو ولاية، مدير الديوان الذي هو رئيس الخدم وهو الذي يعطي التوجيهات، وكل ما طلبه الله تعالى يطلبه يحضره، ولهم أبواب يدخلون منها وهم كثر، كما قال الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هؤلاء الخدم من الملائكة لا يحصى عددهم إلا الله. قال عنهم المفسرون ما من أهل الجنة من أحد إلا ويسعى عليه 1000 خادم، كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. تصور المؤمن في الجنة لما يدخل إلى المائدة، تصور مائدة الطعام، مائدة الطعام عند المؤمن يسعى عليه 1000 خادم، 1000 خادم، وكل خادم على عمل ليس عليه صاحبه، وهم جميعا في غاية الجمال والأناقة والطيب. تصور لو دخلت إلى فندق من صنف 3 نجوم ترى هناك جمال وأدب وأناقة، لو صعدت إلى فندق 5 نجوم ستجرى هناك، ترى هناك أناقة وجمال وطيب أكثر. أما إذا وصلت إلى فندق 7 نجوم سترى هناك أناقة وجلال وجمال مبهر. أما لو دخلت إلى القصر الملكي ما شاء الله سترى هناك أشياء غريبة وعظيمة تبقى مندهشا أمامها وتقول انظر ماذا صنع الخلق للخلق فما ظنك بما صنع الخالق للخلق. يا سلام، إنهم في غاية الجمال والأناقة والطيب. وربنا قال عنهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء الولدان الذين يسعون في الخدمة إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من شدة جمالهم وأناقتهم وطيبهم، أعدهم الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات. ثم هناك ملائكة آخرون خاصين بوقت الصلاة يتبادلون في وقت الفجر ووقت العصر، يأتون عند كل صلاة فجر وعند كل صلاة عصر يشهدون صلاة المؤمنين، والله تعالى يسألهم وقت انتهاء عمل ملائكته وقت الفجر يقول كيف تركتم عبادي، فترد الملائكة يقولون ربنا تركناهم يصلون، وإذا جاء وقت العصر يقول كيف وجدتم عبادي، يقول وجدناهم يصلون، فيكتبون بأنهم يصلون على مدار الساعة من الفجر إلى العصر. لهذا ينصح دائما بصلاة البردين الفجر والعصر مع الجماعة، لأن فيها تعاقب الملائكة وتبادلهم للسيرفيس
يتغير دائما المصلحة والخدمة، تتغير عند الفجر والعصر، فيشهدون لك بأنك كنت حاضر في الفجر وكنت حاضر في العصر، ويكتب بأنك على مدار الساعة أنت حاضر لست غائب. لهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، ضاع له الأجر وضاع له الثواب. وهؤلاء الملك كثر. مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته المباركة للإسراء والمعراج رأى في السماء ملائكة يبنون قصرا، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. رأى الملائكة يتبنؤون، هؤلاء بناؤون أهل البناء، يبنون قصر عظيم جدا، يشيدون قصرا، الآجور ليس من التراب بل من الذهب والفضة واللؤلؤ. رأهم يبنون وهو صاعد في الإسراء والمعراج. لما كان راجعا رأهم قد توقفوا عن البناء، توقفوا عن البناء هؤلاء الملائكة، فسأل جبريل: لماذا هؤلاء كانوا يبنون والآن توقفوا؟ فقيل له: يا محمد، إنهم يبنون القصر لرجل يذكر الله، فلما توقف عن الذكر توقفوا عن البناء في انتظار أن يعاود الذكر ليعاود البناء. لا إله إلا الله. لهذا قال النبي الكريم: داوموا على ذكر الله ولا تتوقفوا، داوموا على ذكر الله ولا تتوقفوا إلا لعذر. هؤلاء الملائكة أشكال وألوان، وهناك ملائكة طيبون المكلفون بالصلاة على النبي الذين قال فيهم ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هؤلاء ملائكة أطهار، رائحتهم طيبة، ما إن تصلي على النبي حتى يأتون إليك، إذا سمعوا الصلاة على رسول الله تنبعت من مجلسك رائحة طيبة أطيب من المسك، فتصعد حتى تبلغ عينان السماء، وتقول هؤلاء الملائكة: هذا مجلس يصلى فيه على رسول الله، فيحفون مجلسك. ثم هناك ملائكة يصلون على المؤمنين، ليس فقط سيدنا النبي هو الذي يصلى عليه، حتى المؤمنين، أنتم أيها المؤمنين، أنتن أيتها المؤمنات، أيضا أنتم جميعا، هناك ملائكة يصلون على المؤمنين والمؤمنات الذين قال فيهم ربنا عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. البعض يقولون النبي يصلي عليه الله وتصلي عليه الملائكة، بعض المسيحيين وبعض الحاقدين للدين يقولون هذا النبي أله نفسه، هذا النبي عظم نفسه وجعل الله وملائكته يصلون عليه. حاشا وكلا، ربنا الذي عظمه، ربنا الذي كرمه، بل إن الله تعالى عظم حتى سائر المؤمنين، سائر الصالحين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يصلي على المؤمنين والمؤمنات، الملائكة يصلون على هؤلاء المؤمنين والمؤمنات، والله تعالى معهم. لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمن رئيس رحيمة. فالصلاة من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة دعاء واستغفار. وفي الحديث: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه أحدا. فهنيئا لنا جميعا بهذا الخير. أكثر من هذا أيها الأحباب، بالنسبة للمنفقين، بالنسبة لأهل الكرم، لأهل الجود، لأهل الصدقة، الذين يعطون مما أعطاهم الله، هؤلاء سعداء، هؤلاء مكرمون. وقد جاء في الحديث: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. كل من ينفق، تنفق درهم، تنفق قليل أو كثير، ربنا جعل ملكين في كل صباح عند شروق الشمس وعند غروبها يدعون لك، لا تحتاج إلى دعاء الناس، ربنا قيد من يدعو لك. أما إذا كان دعاء الناس معهم هذا فضل كثير وخير عظيم. ماذا يقول هؤلاء الملائكة في الدعاء؟ اللهم أعط منفقا خلفا، يا ربي أنفق هذا المنفق
أخلف عليه بالكثير. الحسنة الواحدة اعطيها له بالعشرات والمئات والألوف والملايين. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا، الذي يمسك المال فيه البخل وفيه التقتير ولا يريد أن يكرم الآخرين ولا أن يساعدهم، يقول: يا ربي أعطه هذا الممسك، أعطه تلفا، يبقى المال عنده لكنه ممنوع من الاستفادة منه، هو المال في اسمه في البنك أو في ممتلك ولكن ممنوع من إنفاقها والاستفادة منها بسبب دعوة هؤلاء الملائكة: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فاللهم اجعلنا ممن قلت فيهم: اللهم أعطي منفقا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. اللهم أمين يا رب. وأيها الأحباب، ملك كثر، الحمد لله كثر جدا. يكفي أننا عند كل صلاة، عند كل صلاة لما نصلي إنهم يؤمنون معنا في قراءة الفاتحة، إذا قال الإمام في الصلاة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال النبي الكريم: قولوا أمين، قولوا أمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عمل بسيط، أنك إذا صليت مع الإمام والإمام قرأ بالجهرية وقرأ الفاتحة إلى أن وصل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نحن نقول آمين لأن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه، تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. تصور جميع الذنوب والخطايا غفر الله لك. وهكذا في الحديث إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فخيرات كثيرة أيها الأحباب الكرام ربنا أعطاها لنا. ويوم الجمعة خصوصا، يوم الجمعة حافظوا على الصلاة يوم الجمعة، فقد جاء في الحديث: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. هؤلاء ملائكة يحضرون صلاة الجمعة، يجلسون على أبواب المساجد ويسجلون، يكتبون من جاء أولا ليعطيه الجوائز. ثم هناك ملائكة الأكثر عددا بالملايير، بالملايير خلقهم الله عز وجل. من هم؟ هؤلاء يحضرون مجالس الذكر، هؤلاء يحضرون مجالس الذكر، فربنا عز وجل جعلهم يطوفون في الطرقات، يلتمسون مجالس القرآن الكريم، يلتمسون مجالس العلم، مجالس الفقه، مجالس الوعظ والإرشاد، يلتمسون مجالس الذكر من تسبيح وتحميد وتهليل، يلتمسون مجالس الاستغفار والدعاء، يحضرونها. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك يا رب، ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الرب: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول الرب: كيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك يا ربنا لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول الله تعالى: ما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. فيقول الرب: وهل رأوها؟ يقولون: لا يا رب ما رأوها. فيقول: وكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول الرب: مما يتعودون؟ يقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا يا رب ما رأوها. فيقول: وكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول الملائكة: يا ربنا إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال الرب: هم الجلساء
لا يشقى جليسهم، هم الجلساء لا يسقى جليسهم. بل إن الله تعالى يباهي بعباده الذاكرين الملائكة. الله عز وجل يباهي، قال صلى الله عليه وسلم لما وجد جماعة يذكرون الله تعالى قال لما جلستم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا من الإيمان. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. الله الذاكرين والذاكرات، الله يباهي بهم الملائكة، الله يباهي بهم الملائكة. إذا كنت ذاكرا الله يباهي بك. بل أكثر من هذا، إذا جلس الناس يذكرون الله ونحن في مجلسنا هذا ذكر، قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل إن الملائكة لا يضعون أجنحتهم رضا لطالب العلم الذي يطلب العلم ويطلب الفقه ويطلب علم القرآن وعلم الحديث وعلم العقيدة وعلم العبادات والمعاملات. هؤلاء الملائكة يضعون أجنحتهم ليمر عليها بقدميه. وقد جاء في الحديث من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. هنيئا لكل من يبحث عن العلم وعن الفقه وعن أحكام الدين، فإن الله تعالى أعطاه هذا المقام الشريف. بل كل من يعلم الناس الخير في أي مجال، كل من يسعى إلى تعليم الخير الناس، ربنا يجعل الملائكة يصلون عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير. كل من يعلم الناس الخير ربنا قيض له ملائكة يصلون عليه من أهل السماء بل وحتى من أهل الأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الأسماك في بحرها، حتى الطيور في سمائها. كل من يعلم الناس الخير في أي مجال علم فيه خير للبشرية ربنا يصلي على معلم الناس الخير. بل كل من دعا دعوة والآخر قال آمين، إذا قلت آمين فإن الملائكة يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه. قال صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله، آمين ولك بمثله. فكل من دعا وقال آمين يرد عليه ملك السماء ولك بمثله، ولك بمثله أي بمثل ما دعوت لأخيه. وأوصى النبي الكريم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا العالم على الملائكة، إنهم كثر وأعمالهم عظيمة، إنهم يحبون من يحب الله، كل من يحب الله فإن الملائكة يحبونه. وقد جاء في الحديث إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحببه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فتحبه الملائكة، ثم يحب أهل السماء جميعا، ثم يوضع له القبول في الأرض. هنيئا هنيئا لمن أحب الله ولمن أحب رسوله. وهؤلاء الملائكة الآن معنا، إنهم يصعدون بالكلم الطيب، إنهم يصعدون بالكلم الطيب. عن المسعود قال إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله، إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن لا يمر بهن على جمع الملائكة إلا استغفروا لقائلهم ثم تلا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا ممن تصلي عليه الملائكة
بالليل والنهار، اجعلنا ممن تستغفر له الملائكة بالليل والنهار، اجعلنا ممن تصعد الملائكة بأعمالهم الصالحة، واجعلنا ممن يمسحون ذنوبهم وخطاياهم، وممن يضاعفون أجرهم وتوابهم، واجعلنا من أهلك وخاصتك. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.